ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب واسس البرنامج وماجي في شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يبارك لنا في الباقي من شعبان وان شاء الله يبلغنا رمضان غير ناقصين ولا مقصرين ولا منتقصين. امين يا رب العالمين. اتفضلي. ليا بس عند حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول في القران الكريم في يعني بيقول ايه لا تزر وازره وزر اخرى. ولا تزر وازره وزر اخرى. ايوه وبلاقي بعض الناس بيقولوا ان الله يسلط ابدانا على ابدان. ده مش في القران ده الناس كده بينهم وبين نفسها ربنا بيسلط ابدان على ابدان. ايوه فانا عندي اعرف يعني ايه الفرق ما بين الجمله اللي هم بيقولوها دي الفرق ان الاولانيه دي قران والفرق ان الثانيه دي كلام الناس جابته من التامل في الحياه. هقول لحضرتك السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني حضرتك اتفضلي. الو انا سامع حضرتك اتفضلي. عشان اسمع بس من التلفزيون عشان انا سامع ضعيف يعني في التليفون. اتفضلي يا سيدي. هو يعني في سوره القيامه لا اقسم بنفس بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، فانا عايز اعرف من حضرتك تفسير يعني ما العلاقه ما بين يوم القيامه وبين النفس اللوامه؟ وهل النفس اللوامه دي الصفه بتاعتها صفه جميله هي بتبقى معذبه دايما يعني بتلوم نفسها، فعايز اعرف يعني ده قدم من عند ربنا. اجاوب على حضرتك. حاضر اجاوب على حضرتك. السؤال الاولاني حضرتك بتقولي ان ربنا بيسلط ابدان على ابدان، ما حدش ياخد الامر ده ذريعه ان الفلان دوت يستحق اللي بيحصل فيه اشد. لا، في كل الاحوال الله لطيف بعباده، لكن لما نشوف في اقدار بتعمل كده نعرف نقرا الكلام ده بلطف الله. ربنا سبحانه وتعالى لو جاب ده وهو بيتسلط على واحد ظلم الناس فهو جايبه عشان يهذبه مش يعذبه. مش ربنا يسلط ابدان على ابدان فنزود في قلوبنا الاحساس بالانتقام والتشفي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلاش نعمل كده. لكن ربنا لو كنا عايزين التعبير الصحيح والمعنى الصحيح لربنا بيسلط ابدان على ابدان، ربنا بيسلط ابدان على ابدان لكي تتهذب الابدان وتتغير القلوب الى النظر الى المحبوب سبحانه وتعالى. فربنا لما سلط ده مش سلط ده عشان ربنا مش لطيف بده، ده ربنا عايز يفوقه، ده عايز ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من الظلم اللي هو فيه عشان يقبل على الله. فده شيء مهم جدا لازم نفهمه. يبقى هنا الا تزر وازره وزر اخرى، يبقى هو الشخص فعلا الشخص ده ماشي في طريقه وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا مش هيحاسبه في الاخره على ذنب غيره، لكن في الدنيا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهذبه بطرق مختلفه. حتى وان الشخص المظلوم ده ربنا لما ارسل له حد يعمل معاه كده، طب هو ربنا بعته له ليه؟ عشان ربنا ما بيحبوش؟ لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينتقل من ايمان ضعيف الى ايمان قوي. طب وانا ليه اتحمل ده؟ عشان انت تقدر تتحمل ده وربنا هيمدك وربنا هيديلك من مدده اللي يخليك تتحمل ده وتظل صابرا. ربنا عايز يرقيك الى درجه الصابرين، فتقول له لا، ده الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فانت هتعلى مقامك، فلازم نفهم ده. مدام نجلاء من دمياط تتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فضيله الشيخ. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام. انا عندي استفسار عن موضوع الحلقه النهارده عن الوسواس القهري. انا 45 سنه ومن حوالي 25 سنه اصبت بالوسواس في الوضوء والصلاه. تمام. رحت للدكتور نفسي اداني علاج، العلاج كان بيهبطني جدا لدرجه اني ما كنتش بقدر اشيل دماغي من على المخده، يعني نايمه على طول. من يومها لحد النهارده حوالي اكتر من 20 سنه صلاتي ما عدتش مواظبه عليها. انا ما كنتش بقطع فرض من صغري وانا مرتبطه بربنا سبحانه وتعالى. وكنت بقرا القران. طب عندي سؤال بصفه مستمره. استاذه نجلاء عندي سؤال، هل انت مستمره على العلاج ولا لا؟ انا قطعت العلاج لان هبطت كتير. هو دوت بقى هو ده عليه هو يعني بامانه انا دلوقتي بقيت في الصلاه متقطعه. طيب مش موظف عليها وده تعبني نفسيا وانا حاسه ان بلخبطه كتيره في حياتي بسبب كده. طيب في سؤال تاني؟ ما عنديش سؤال تاني، انا نفسي اصلي زي الاول بس. حاضر هكلم حضرتك ازاي تصلي زي الاول بالظبط. اكبر فتنه بتحصل للناس اللي عندهم الوسواس القهري هو ايه؟ مش ان هي تقل عبادتهم، ان هم يزهقوا من الدواء. اكبر فتنه. ما تستعجبوش، والله بقول لكم، لان الدواء دوت هو اللي ربنا اللي خلقه.
ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، وما فيش علاقه خالص بايه، باني واذا مرضت فهو يشفيني وان انا اخد الدواء. الدواء ده ليه دوره، بعد ما باخده لمده معينه تصل الى 3 اسابيع بيبتدي يتخفض الدواء ده. فالدواء اللي بيخليك تنامي هو نفس الدواء اللي انت كنت ممكن تاخدي عشانه منوم، او تاخدي عشانه في العمليه بنج، او تاخدي عشانه اشياء تخليكي برضه نفسك مسدوده عن الاكل، هو نفس الدواء. بس يبدو ان احنا عندنا وصمه لاي حاجه تتعلق بباطننا بالاشياء النفسيه. وعشان كده ايه اللي حاصل؟ انا عندي الوصمه دي بجانب ان هو خلاني همت فرحت سايبه الدواء. عامل زي بالظبط مريض السكر لما ياثر في اخده للدواء، وبعدين يجي يقول والله انا والله حصلت لي مشكلات وما بقتش حاسس وما اعرفش وبقيت يجي لي دوخه. نفس الكلام، ده محتاج دواء وده محتاج دواء. عايز حضرتك ترجع للذكر مرة تانية، اصبري على الدواء واستمري في الذكر، واستمري في حسن الظن بالله. لو حصل ده أوعدك إن في أقرب فرصة إن شاء الله هتبقى في أحسن حال. يبقى إحنا بناخد الدواء، زي ما يجي لي مريض السكر دلوقتي يقول لي هصوم ولا مش هصوم، أقول له الدكتور قال لك إيه؟ أنت من أني طيب؟ أنت من واحد أو من اتنين؟ طيب 1 ولا طيب 2؟ عشان أقول لك الفتوى إيه هي. فعشان كده حضرتك لازم تنتظمي. شوف حضرتك لو كنت انتظمت على الدواء ما كنتش هتفضلي 20 سنه دي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لك الشفاء. وانا دلوقتي بدعي لك وبدعي لكل اخواننا اللي عندهم الوسواس ان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنهم، وربنا يربط على قلوبهم، وربنا يوسع رزقهم ويشرح صدرهم ويجمعهم على النور والبركه يا رب.